اليوم يودعنا رجل كبير ومن العيار ثقيل، رجل وطني مخلص، رجل عايش كل مراحل، كل مراحل انتقالية، سواء إبان نهاية الاستعمار عندما انخرط كشاب مدافعا مساندا الحركة الوطنية لانتزاع الاستقلال. بداية الاستقلال كان كشاب حاضرا بقوة في أول مشروع وطني تقدمي، مشروع بناء طريق الوحدة. هذا المشروع الذي جسد التحام القوى الوطنية مع العرش وكان نموذجا استثنائيا. ساهم كوطني تقدمي يساري اشتراكي في كل محطات انتقالية على المستوى السياسي والمؤسساتي. كان رحمه الله يجمع بين مجموعة من الخصال: أولا الإنصات للآخر، ثانيا احترام كل الآراء، ثالثا المساهمة في تكوين كل الأجيال التي تعاقبت على الحزب، سواء داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو داخل الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية. كان رحمه الله مساهما أساسيا في كل المرجعيات الفكرية للاتحاد الشراكي للقوات الشعبية في كل محطات، في المؤتمرات وغير المؤتمرات. ساهم في إغناء الفكر الشراكي وساهم في الدفاع عن الشراكية الديمقراطية. وكان رحمه الله يقول دائما أن الديمقراطية تبنى بشكل تدريجي، وإنها عندما تبنى بشكل تدريجي معناه أنها ستكون محصنة. لذلك انخرطت بفضله وفضل قادة آخرون مجموعة من الأجيال بالعمل السياسي، العمل السياسي الذي يسعى إلى خدمة الشعب، يسعى إلى تأطير الشعب، يسعى إلى التقرب من الشعب. في كل مراحل الانتقالية الصعبة كذلك كان رجل المؤسسات، كان يحسن بطريقة بيداغوجية وفي جميع الأحوال استثنائية يحسن التقرب من الآخر وإقناع الآخر. ساهم كذلك من داخل البرلمان في إعطاء إشعاع كبير للمؤسسة البرلمانية عندما ترأس البرلمان الدولي وكان أول شخصية عربية مغربية مسلمة ترأست البرلمان الدولي وحظي بثقة كل فرقاء آنذاك في العالم جميعا. المرحوم كان بيته مفتوح للجميع وكان يحب دائما اللقاءات مع الشباب ويحب الحديث للشباب، يعتبر أن تذكير الشباب بكل المحطات الأساسية هو عمل بيداغوجي سيساهم في التنوير ويساهم كذلك في خلق أجيال المستقبل. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.